النهارده ايضا ذكرى مقتل او اغتيال اول عمليه ارهابيه قام بها الاخوان المسلمين، وهو اغتيال القاضي الخزندار. هنذكر بها، يمكن احيانا بنحب نرجع ورا شويه في التاريخ كي نتذكر ما فعله هؤلاء، هذه الجماعة الإرهابية. ليه طالبنا أنها تكون جماعة إرهابية؟ لأن هي من تاريخها كله تاريخها دموي، تاريخها قاتل. كانت بداية هذه العملية 23 مارس 48 على خلفية القضية اللي كان بينظرها قاضي جليل، كان بينظر قضية في اعتداء بعض شباب الإخوان على جنود بريطانيين في الأسكندرية 47، وحكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة. مؤسس الجماعة حسن البنا قال إيه؟ ربنا يريحنا من الخزندار وأمثاله، فقتلوا. نشوف التقرير. ستة وستون عاما مرت على مقتل المستشار أحمد الخزندار، هذا القاضي الذي اغتيل على يد شابين منتمين لجماعة الإخوان المسلمين أثناء توجهه إلى مقر عمله صباح يوم 22 من مارس عام 1948، وذلك بتسع رصاصات سقط على إثرها صريعا غارقا في دمائه بسبب مواقفه من قضايا سابقة أدان فيها بعض شباب الجماعة. وهكذا رفعت جماعة الإخوان المسلمين راية العنف منذ بدايتها، لتحصد مصر كلها اليوم ما زرعته الجماعة من عنف في صورة نيران تأتي على الأخضر واليابس وتغتال أمن الوطن. ولعل محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وأعمال العنف التي تنتهجها الجماعة في الشوارع واستهداف ضباط الشرطة والجيش والمجندين أيضا خير شاهد على أن التاريخ الملوث بالإرهاب للجماعة يكرر نفسه حتى بعد وصولهم إلى سدة الحكم في مصر. فلا ينسى أحد أحداث الاتحادية عام 2012 بعد قتلهم وتعذيبهم المتظاهرين أمام القصر، إضافة إلى اعتصام رابعة العدوية الذي كانت تخرج منه الميليشيات المسلحة للاشتباك مع المواطنين والأمن بعد عزل مرسي العياط في ثورة 30 من يونيو. سيكون هناك خطوات تصعيدية لا يتخيلها أحد. طغت مشاهد الدماء على الأحداث في مصر، وتحرك مؤشر العنف بشكل متصاعد وغير مسبوق، خاصة مع فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية. ليسقط بشكل شبه أسبوعي العشرات من القتلى، فضلا عن عودة الإرهاب المنظم بشكل أثار فزع الجميع، لا سيما بعد استخدام السيارات المفخخة والعمليات الانتحارية لاستهداف المنشآت الشرطية أو العسكرية وأفرادها والمواطنين أيضا، والتي جاءت في أعقاب تهديدات وتصاعد للخطاب التحريضي منذ الاعتصامين من جانب قيادات جماعة الإخوان المسلمين. لقد توعدونا ب30/6 ونحن نعدهم بأنهم الذي يحدث في سيناء ردا على هذا الانقلاب العسكري يتوقف في الثانية التي يعلن فيها عبد الفتاح السيسي أنه تراجع عن هذا الانقلاب. وتبقى حادثة مقتل الخزندار التي تحل ذكرها 66 جريمة ختمت جماعة الإخوان المسلمين بطابع الإرهاب والعنف إلى الأبد، إضافة إلى أعمال العنف الحالية. لكن كل هذا لن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء أو يوقف مسيرة الشعب المصري نحو بناء دولته. هشام الرباط، هنا العاصمة.